اجى من هناك الشخص اجت هي هناك جاي تلعب وصاح عليه صاح عليها قالها تعي هات شاي فلوس هذا بتشتري راحت هي هم مدت يدها. لم تكن حادثة الاختطاف والاعتداء على طفلة في مدينة البصرة حادثة عرضية فكاميرات المراقبة أناطت اللثام عن كيفية استدراج طفلة صغيرة إلى منزل واغتصابها وتعذيبها ثم رميها في مكب النفايات. الكشف عن الجاني وجريمته قد أثار صدمة وحزنا لدى الكثير من العراقيين لما وصل إليه مجرمو المجتمع. قلت له بنتي وين؟ قال لي بنتك ما أدري بيه. أنا على الشارع أعطيتها 1000 دينار وعفته. قلت له تاخذيتها من يم البيت شلون تاخذها هي طفلة؟ بنفس الوقت جبته ووصلته للبيت يمي والكاميرات طلعنا التصوير. وتعرضت الطفلة رهف للاختطاف والاعتداء الجنسي وتم العثور على آثار العنف على جسدها، وبعد إلقاء القبض على المجرم اعترف بارتكاب جريمته هذه التي حصلت في أيام مباركة من شهر رمضان. طلعتهم من الركن لقوته هو جاي يسحب الحاوية جاي ذابها وراجع قاتلها واغتصبها وعطب بطانية لافية صغيرة وقونية مالبالة وذابها بالزبالة وجاي يسحب الحاوية. يقول لك ما مسوي شيء. قال له ولا تعال وين بتنا؟ قال موك فوق فقال له وقف أخلي الحاوية بمكانها. وتذكرنا هذه الجريمة بالأهمية القصوى لحماية الأطفال عبر القوانين الرادعة والتثقيف وتوفير بيئة آمنة لهم من أجل عدم تكرار مشهد الاعتداءات المفجعة. شنو من ضمير وصلنا له تستدرج طفلة بهذا العمر؟ طيب شنو أنت شنو النزعة الحيوانية مع احترام اللي بداخله اللي خلت أنه ينظر لطفلة بهذه النظرة وما اكتفى بهذا الفعل وإنما يقتلها؟ فلازم الحد وتركيز بالقوانين. الجرائم الوحشية ضد الأطفال تتطلب عقوبات قوية لمن يقومون بهذه الأفعال الشنيعة. جريمة اغتصاب فعلية لطفلة بعمر 7 سنوات في البصرة هنا، تكرار هذه الأفعال يشير إلى بشاعة مستويات الجريمة وما تخلفه من آثار تصعب السيطرة عليها. مصطفى الشمري، قناة تغيير، مدينة البصرة.